مساء الخير على كل متابعين القناة من داخل وخارج مصر، يا رب دايما تكونوا بخير وأحسن حال. معاكم إيمان توفيق من قناة حكاوي إيمي. فيديو النهاردة مخصص للعربية المنتظرة، ألا وهي تويوتا كرولا 2022 الكروس أوفر. هنعرف مع بعض كل تفاصيلها من الداخل والخارج، مميزاتها وعيوبها وسعرها، وإيه اللي بيميزها عن باقي العربيات اللي بتنافسها. كملوا معنا لنهاية الفيديو، ولو بتشوفونا لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم جميع حلقاتنا أول بأول، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. We're calling it. 2022 is the year of the small crossover. Reason being? The all-new Corolla Cross. Toyota is jumping headfirst into a white-hot segment with this one. It's based on the ever-popular Corolla sedan, but absolutely brimming with newfound versatility and convenience. Slotting in between CHR and RAV4, Corolla Cross's three flavors round out an incredible package. Should we take a closer look? First off, capability. Being a crossover doesn't mean performance takes a back seat. That's why Corolla Cross offers all-wheel drive on all three grades, and why it's rated to tow 1,500 pounds. كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أحدث سياراتها، وهي تويوتا كرولا كروس 2022. وتويوتا كرولا اسم دايما بيشير للاعتمادية وكفاءة استهلاك الوقود والسلامة والقيمة العالية مقابل المال. اشتغلت شركة تويوتا على إنتاج تويوتا كرولا 2022 على نفس شكل كرولا السيدان والهاشتباك وتويوتا سي اتش ار، واللي بتوفر مظهر خارجي وقوي بمواصفات أمريكية بتتيح إمكانية الدفع الرباعي بجميع العجلات. اتميزت كورولا كروس اوفر 2022 بشبكة أمامية سوداء مع إضاءة ليد على الجنبين مع لمسات بلون الهيكل، وتصممت بعجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، ومن الداخل اتميزت بفتحة سقف كهربائية وإمكانية التحكم الأوتوماتيكي في المناخ أحادي أو ثنائي المنطقة، ولوحة عدادات مغلقة بجلد صناعي وإضاءة محيطة داخلية، والمقاعد تم تنجيدها وخياطتها بتقنية سوفتكس، أما المقاعد الأمامية مزودة بمسند أسفل الظهر، وإمكانية التحكم الكهربائي في مقعد السائق بعشر اتجاهات، والمقاعد الخلفية قابلة للطي لتوفير مساحة أكبر لشنطة الخلفية، وباب خلفي كهربائي ومسند ذراع مركزي حامل للأكواب، وشاشة عرض رئيسية للمعلومات والترفيه مقاس 7 بوصة مع إضافة شاشة تعمل باللمس متعددة الاستخدامات مقاس 8 بوصة لتكمل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، توفير شحن لاسلكي في الفئة الثانية والثالثة، وعدد 2 منافذ شحن USB للمقاعد الخلفية، ونظام صوت GBL مكون من 9 مكبرات صوت وبلوتوث ونقطة اتصال واي فاي. وبالنسبة لأنظمة الأمان، تويوتا كرولا أضيفت بنظام ستار سيفتي المطور من تويوتا، ويشمل الفرملة التلقائية بشكل قياسي، توفر مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور خلف العربية، ونظام مساعدة ركن العربية الأمامي والخلفي مع فرملة تلقائية، ووسائد حماية هوائية منتشرة في جميع أنحاء العربية الداخلية لحماية الركاب، بالإضافة لتحذير قياسي لمغادرة المسار ومثبت سرعة قياسي وتميزت بقوة الدفع الرباعي مع قوة محرك سعة 2 لتر ينتج 169 حصان مع عزم دوران 203 نيوتن متر ونقل حركة أوتوماتيكي. أما أبعاد تويوتا كرولا 2022 كان طولها 4460 ملي وعرضها 1125 ملي وارتفاعها 1620 ملي، وطول قاعدة العجلات كان 2640 ملي. بالنسبة للضمانات، ضمانها لمدة 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة عامين، أما بالنسبة لسعرها كان 25,000 دولار أمريكي، ما يعادل 94,000 ريال سعودي و 349,000 جنيه مصري، وده الأول فئة من التلات فئات. أما عيوبها كانت سعة الشحن الخلفية أقل من المنافسين والتسارع متوسط وصغر حجم شاشة المعلومات والترفيه بمقارنة بغيرها. اتكلمنا عن تويوتا كرولا الكروس أوفر 2022 المنتظرة والمتوقعة بروعة تصميمها وأدائها القوي. مستنية رأيكم وتقييمكم ليها. خلصت حلقتنا، استنونا في فيديو جديد وريفيو جديد، وعلشان يوصلكم إشعار بجميع حلقاتنا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو ودعم القناة. كان معاكم إيمان توفيق من قناة حكاوي إيمان.